السلام عليكم. وعليكم السلام. شو عم بيساوي هذا النصاب هون؟ المي نصاب عمي. ابو غسان فتح الله يرضى عليك وهون لنفهم شو القصة. على راسي بختار، بس ما حدا جاوبني، شو عم بيساوي هذا النصاب؟ عود يا ابو غسان عود. رح بعود، بس هذا ما له شغل عندي. عود يا ابو غسان. خلص عود يا ابو غسان، يلا عود. ايه يا ابراهيم؟ نحن مجتمعين اليوم هون لنحكي بمسألة بتخص أبو بسام وهالشاب اللي اسمه فتحي، اللي عم يقول إنه هو ابنه لنزار المخللاتي اللي بيكون أخوه لأبو بسام. وكلنا منعرف إنه نزار المخللاتي مات بالحرب أثناء السفر برلك. مزبوط الحكي، مات بالحرب، وهذا واحد نصاب اللي قاعد هون لا بنعرفه ولا بيعرفنا. الله يسامحك عمي، بس أنا كل شيء عندي بيثبت إني ابن أخوك. لحظة فتحي، لحظة. أنت عندك شيء بيثبت إنه أنت ابنه لنزار المخللاتي؟ احكي عمي، احكي الكلام اللي قلت لي إياه، وإذا كان عندك شيء تاني احكيه كمان، نحن هون قاعدين لنسمع منك. رح أحكي عمي أبو عزام. أبي قبل ما يموت قال لي إنه في إله ورثة هون، وقال لي إنه في طميرة كمان دافنها هون. يمكن هالمعلومة حضرتك ما بتعرفها عمي بسام. أبي دافن طميرة هون ببيت جدي. أبو بسام، أنت سمعان بهالحكي شي؟ لا يشهد الله، ما بعرف هذا الشي. كل اللي بعرفه إنه نزار طلع من هون وأخذ كل مصاريه مشان يصرف على حاله، هذا اللي بعرفه. لا، ما أخذ كل مصرياته، تركهم هون وتركهم بطميرة. حتى قال لي معلومة عنك أنت، قال لي إنك أنت زلمة كتير شهم، بس عندك مشكلة واحدة بس، إنك أنت بتخبي مصروفك وبتاخد خرجيتك من أبوك. صحيح المعلومة ولا لا؟ صحيح، بس مو كتير يعني، سويتها كذا مرة، وبعلم الوالد، بعلم الوالد الله يرحمه. مشان شو؟ مشان اشتري بيت للعيلة. بعدين تعا انت واحد نصاب، حدا بيعرفنا وحاكي لك هالحكي؟ شو يعني جايب لي معلومات يعني ما حدا بيعرفها بنوب؟ لا، في ناس بتعرفها، بقى اطلع من الابواب وما لك شي عندي بنوبة. لا يا ابو بسام، مو هيك، هديلي حالك شوي. رجال ما عم بيجيب شي من عنده، ونحنا لازم نسمعه للاخر. من بعد اذن الحاضرين يا ابو بسام، اذا فتحي راح لبيت جده وطالع لطميرة، شو بيكون؟ وقتها بتعترف فيه انه ابن اخوك؟ طلع طميري ولا ما طلع؟ ما رح سكت. دخلك ليش خايف ليقاسبك على ورثة ابوه اللي طلعت من حصتك؟ لا يا ابو عزام مو هيك، بس انا واحد كذاب ونصاب، اخي مات شب بالحرب. عمي، كنا بنعرف انه الزلمه طلع وراح وما عاد شفناه، واعتبرناه ميت لانه ما عاد رجع لعنا، وهي هي القصه. يا جماعة، يا عمي أبو عزام، أبي تجوز تنتين بعد ما طلع من هون، واحدة طلعها والتانية كانت أمي، وقبل ما يموت حكالنا على الطميرة وحكالنا على الوردة، فليش ما بدك تعطينا حقنا؟ لا تفتح صوتك عليا فتحي. أنت واحد نصاب مالك شعني أبدا. بسام، كل هالحكي اللي عم يحكيه ما عم تصدقوه، شو بدي أحكي لك أكثر من هيك لتصدقوه؟ الظاهر يا أبو بسام نحن هيك ما رح نوصل لحل، انت هيك عم تسد الطريق بوشه لهذا الرجال. صدقني يا ابو عزام، هذا واحد محتال ونصاب كمان، وغير هالكلام ما عندي. لا، في كلام ثاني، بس ما بينحكى الا لعمي ابو عزام، بس انه هي الشغله متعلقه فيك وابي الله يرحمه. شو هو؟ كلام بيثبت اني انا ابن لنزار مخللاتي. وشو هذا الكلام؟ كلام ما فيني غير اقول لك يا لك، ما بيصير حدا يسمعه، بس صدقني، بس لقال لك يا لح تعرف انه انا ابن النزار وقايم لك يا. هذا زلمي سادي، هذا زلمي ابنه للنزار المخللاتي. شو الحكي يا ابو عزام؟
كيف انا احكي عن هيك كلمتين؟ نورنا احكي لنا. انا ما بقدر احكي، بس هو حكى لي عن سر كان بيني وبين نزار المخللاتي وما حدا بيعرف فيه غير انا وهو، ولو ما كان ابنه لنزار المخللاتي ما كان له هذا الشيء. خلص معناتها فتحي ابنه لنزار. مزبوط، فتحي ابنه لنزار المخللاتي، والحاضر يعلم الغايب، وله حق عندك يا ابو بسام. فجر ما له عندي شيء، وهذا اخر كلام عندي. يلا يا بيوم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. معقول يا بي إنه لو ضلينا قاعدين مو كان أحسن؟ كنا فهمنا شيء يعني. اللي فهمناه بكفي يا بي، بس الله يرضى عليك يا بسام، لا تجيب سيرة لأمها. خلاص يا بي، هون حفرنا وهون طمرنا. لا تاكل هم يا بي عندي. الله يرضى عليك. الله يسلمك. وين رايح يا بي؟ من هون طريق انشلشت يا بي. إذا كبر ابنك خوي الله يرضى عليك. الله يرضى عليك يا بسام.